ترأس صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دكتور عبد الرحيم يونس علي مناسبة التسليم مفاتيح 12 سيارة من ماركة تويوتا رباعية الدفع مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح برنامج دعم التنمية الرعوية. وقد جرت المناسبة بمقر الوزارة وبحضور فني الوزارة والمدعوين. التفاصيل لدى محمد حسن آدم. جاءت هذه المناسبة بهدف تسليم مفاتيح السيارات لبرنامج دعم التنمية الرعوية التابع لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، وذلك من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لأجل تعزيز وتسهيل عمل البرنامج على مستوى أقاليم البلاد. منسق برنامج دعم التنمية الرعوية هارون موسى في كلمته الترحيبية أثنى على جهود الشركاء الفنيين والمانحين، لا سيما الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم للبرنامج. بدوره المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد فرانسوا تيروف أكد وقوف الوكالة الدائم بجانب الحكومة التشادية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة عبر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان للاقتصاد الوطني. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من ناحية أشاد بهذه البادرة التي تساعد في تنفيذ الخطة التنموية التي وضعتها الوزارة. في هذا الإطار نحن نؤكد أن الوكالة الفرنسية IFD تتعاون مع تشاد منذ أكثر من 20 عاما في هذا المجال، مجال الثروة الحيوانية وتقديم المعونة الفنية والمالية لوزارة الثروة الحيوانية، وهذا الدعم فعلا سيساعد في دعم قدرات الثروة الحيوانية في تشاد، ونشكرهم على هذا الأداء وعلى هذا التعاون، وكذلك نتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي في تعاونه الفني والمالي مع وزارة الثروة الحيوانية. كما أكد عبد الرحيم يونس الالتزام بالاستخدام الأمثل لهذه السيارات من أجل بلوغ الغاية المنشودة للبرنامج والرامية إلى تنمية القطاع الرعوي بتشاد.